مبروك مبروك اخويا ربحتي الجولف مبروك مبروك هذه تحسب لك يا اخويا بغيت نقولها لكل المستمعين مومو البارح دخل الكومبيتيسيون ديال الجولف دار السلام لحظة اخويا شكرا خاصك تجي معايا تجي معايا الجولف لا ولكن عجبتني المسيه ديال واحد اللي تيكون رابح زعما اللي كيكون غادي واه سمو انا ربحت واه اه صباح خويا اشخبارك صباح صبري الله يكبر بك خويا مومو شكرا بزاف انا جيت مع السي محمد خويا مرحبا بارمي زعما لي زارتيست الاولين باش يلا كنت نطرق الباب للناس اللي وقفوا معايا واللي شجعوني وفيما ما تيجي رباط انا دابا راه ولا اكثر من صاحبي نعتبر خويا الكبير منين نتوما كتعرفوا بعضياتكم قديم ربما من 2013 انا باقي صغير ماشي كبير اه باقي صغير البارح لعبتوا بلاي البارح لعبنا البلاي واه قصرت شي طريحات وربحتوا فيفا فيفا 2017 لا 2017 باقي ما جربتش 2018 عاد غادي ناخذها ان شاء الله ونغلبك ان شاء الله هادشي قال لي فوق لا هو بينا هو شوفوا فيه مزيان صبري بينا فيه في الوجو بينا كيسرع بينا فيك كتسرع بينا من داك النوع اللي كي شوف اللي غيشدك 4-0 انا هو مول بلاي انت هو مول هذاك مول بلاي اللي تيكون انت ولي قادي يجيب بلاي وانت هو قادي البلاي والو نلعبوا اخويا غنلعب معاك ولكن حاجه وحده تخليني نربح العب معاك بخير كل خير وفيليسيتاسيون الله يحفظك اخويا ميرسي شكرا واو مومو وما بخالي ما نقول زينك حير العقول وعقلي يا سهلة العيون برافو مومو لا شي دابا فخو انا ربحت معاك كومبيتيسيون ماكش معول كاع لا ديني يا صاحبي شي مره معاك ما يجي اخويا نجي نتفرج اخويا نجي اخويا نجي نتفرج ولا تنجي نورمالمون نورمالمون انا عام لعب التروفي عاوتاني حسن دو ان شاء الله عاوتاني لعب ورا ربحت صافي اش كنربح واش كدير مي دابا المشكل انه حيت دابا ماكش معول وربحت في الحياه فاش كتكون ما كتكونش معول على الحاجه وكتوقع عليك كتفرح بزاف غير هو انه من بعد المشكل كتولي معول دائما واخا تمثل على راسك انه ما معولش ما كتزقش ليك حيت كتكون انت في راسك معول يعني لانه تقدر تكون هذه اول مره ربحت فيها واخر مره ممكن سبب الحياه هذه ممكن جدا